السلام عليكم. اليوم نروح لبلدية فوكا لنقف على المشروع نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر اللي تقع في البلدية هادية، واللي لاحظ هنا نشوف هنايا مشروع تاع البلدية تاع المحطة تاع تحلية المياه، نشوف هنا في المحطة، وعلى حسب الموقع نتاعها فهي رغم أنها كبيرة في المساحة إلا أنها لا تأخذ كثير من الأراضي الفلاحية. هنا نشوف الأراضي الفلاحية من الجهة هذه، هي جاية على طول الساحل هنا، ونشوف الأشغال فيه، بعض الأشغال نتاع التقوية تاع الكونسوليداسيون نتاع الضفاف، ضفاف تاع البحر لحماية المحطة. إذا هذه المحطة نتاع تحلية مياه البحر، ونشوف أنها تمتد على طول الساحل، يعني حوالي سوف نشاهد هنا حوالي 1350 متر على طول الساحل، وفيها يعني فيها عدة أجزاء، وراهي يعني حسب الصور هذه راهي تقرب للنهاية متاعها. وللعلم أنه هذه المحطة اللي تقع هنا هي عندها سعة متاع معالجة وإنتاج ما لا يقل عن 300,000 متر مكعب يوميا. إذا هذه هي، وسوف نشاهد في آخر العرض هذا صور للأشغال متاع المحطة هذه. هنا نلاحظ أن الأشغال ما زال لم تكتمل متاع الكونسوليداسيون متاع الشاطئ هنا، وكذلك التوسيعة، في بعض التوسيعة هنايا على حساب الشاطئ، فيه توسيعة تاع بضعة أمتار هنايا، حوالي 10 أمتار إضافية على طول الساحل هنايا. ونشوف هنايا على لي بلو، يعني الحجارة اللي باح يتم بها عملية نتاع التوسيعة نتاع الشريط هنايا. إذا هذا هو المشروع نتاع المحطة، أكبر محطة يتم إنشاؤها في ولاية العاصمة، فيه محطات أخرى على أي حال في كل من طارف كوسكيتا وبجاية وكابلون بوهران، كل هذه محطات بسعة 300,000 متر مكعب يوميا. إذا نكتفي بهذا، ونخليكم تتابعون الصور نتاع المشروع هذايا، والسلام عليكم.